يقول السائل: إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر ينتظر الشروق، الأفضل أن يغير مكانه أو نفس المكان الذي صلى فيه؟ ومتى يصلى الركعتين؟ وهل صحيح يستغفرون له الملائكة؟ يجلس في مكانه كما في الحديث، يجلس في مكانه الذي صلى فيه صلاة الفجر، يذكر الله عز وجل إلى أن ترتفع الشمس، ثم يصلي ركعتين. هذا عن عمرة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المطلوب، أنه يبقى في مكانه، وأنه يذكر الله عز وجل، وأنه يختم ذلك بصلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس، حتى يحصل على هذا الأجر.